رجعنا لحضراتكم مرة تانية وفقرتنا الأخيرة في الماتش في حلقة النهاردة، بيشرفني فيها واحد من النجوم على مستوى حراسة المرمى وأيضا على المستوى الأخلاقي، حدث ولا حرج، الكابتن الدكتور أحمد فوزي، مدرب حراس مرمى منتخب مصر للناشئين ونجم منتخب مصر والنادي الأهلي. منور يا دكتور، أهلا الله ينور بحضرتك، ربنا يكرمك، ويعني منور بوجودك والله دايما دايما، ربنا يعزك، ربنا يبارك دايما، في انت بتشرفنا دايما يا دكتور، يعني انت ما شاء الله على الاخلاق، امال انت تبقى ايه؟ لا بلسم، ربنا يعزك، ربنا يكرمك ويبارك لك ربنا يا رب يعزك. حبيبي النهارده الاهلي بدا مشواره في دوري المجموعات امام مديام الغاني، فوز تاخر حتى دقيقه 66 من الشوط الثاني، وبعد كده فتح بثلاثه اهداف، لكن الناس توترت، المكسب اتأخر في ظل هجمات بتضيع بغرابة، وأيضا حارس مرمى مش عارف هل لاعب النادي الأهلي اللي أظهروه بهذه الصورة ولا هو حارس مميز. طيب نيجي من الآخر، الحارس الحارس بتاعهم حارس مميز، خلي بال حضرتك ده حارس موجود في منتخب غانا السنة اللي فاتت في 2022 2023 خد أحسن حارس في غانا في استفتاء حصل من 4 شهور في أكرا، وكان هو أحسن حارس، وخد أحسن حارس على الحارس اللي بيلعب أساسي بتاع فرقة جيليان السويسري، الحارس اسمه ادو على ما اعتقد، فهو حارس جيد جدا، سنه صغير، امكانياته كويسه بصراحه عشان بس نقول، انما النادي الاهلي اعتقد ان التخوف الاكبر كان من الفتره ما قبل التوقف الدولي، الا وهي ان احنا بنكسب الاهلي يعني بيكسب 2-1 في الدقائق الاخيره، الاهلي بيكسب باداء مش كويس، في فتره من الرعونه الهجوميه زي ما بيقولوا، اعتقد ان الكلام ده كله كان بيداعب الجماهير في اوقات الكره، في كره جت في العارضه مره من امام وردت او ردت كهربا حطها تاني في العارضه، في سوء حظ غريب بيحصل، حاجات كده بتطلع، الجون بيعمل كده بتقف في ايده، بيعمل كده بتقف في ايده، كهربا بيلعب كره بدماغه في الدقيقه 46 او 49 على ما اعتقد، الجون بيطلعها على مسافه 3 ياردة بسرعه رد فعل غير طبيعيه، يعني انا شكيت في الاول ان هي جت في جسم وأتاريه ده طاير عليها وبيلعبها بإيده، فلا يعني كان في حالة من التخوف، يمكن انفراد الشناوي اللي شاله في الدقيقة 6 فرق جدا مع النادي الأهلي، ده أكتر من انفراد الدقيقة 6 في الدقيقة 71 ضربة ورأسية في الركنية، هاجي لك على تعامل الشناوي والتألق الشناوي في المباراة الأخيرة مع المنتخب أمام سيراليون، انفراداته في جيبوتي هنا برضو أكيد. انفراد يعني أكيد. بيتعامل مع الانفرادات كويس جدا الشناوي قوي، كل واحد في الدنيا ليه ميزه، دكتور عنده ميزه، الشناوي عنده سرعه تحرك فعل. لا مش رد فعل، اثناء استلام اللعيب هو اللي بيخلي الشناوي على طول قريب من الكوره، ان اي حد بيستلم بتلاقي الشناوي في قلبه، بيخلي المسافه بينه بيقفل عليه، ايوه بيقفل عليه، عامل زي بتوع غزه كده المسافه بتبقى صفر ربنا يصوم يا رب، ربنا اللهم امين يا رب، اللهم فالشناوي بيقدر ياخد الثلاث خطوات دول او الاربع خطوات اللي بيقربوه من اي حد بسرعه رهيبه، عشان كده بيقدر بيتعامل مع الانفرادات في الانفرادات 10 على 10 ليه؟ لانه بيضيق المسافه بينه وبين المهاجم وبيقفل بجسمه الكبير كل المساحه امام المهاجم، فالمهاجم غصب عنه لازم يلعبها فيه. مين في حراس مصر السابقين كان مميز في الحته دي؟ عبد الواحد السيد احسن واحد في مصر كان بيتعامل مع الانفرادات، عبد الواحد السيد في الحاجات اللي هي الجري دي، انما كابتن اكرامي بقى حدث ولا حرج بقى، كان بيطلع وحش افريقيا، كان بيطلع ياكل رجليه، كان بيرمي نفسه تحس انه رايح ينتحر، وحش بصراحه، يعني كابتن اكرامي كان مميز فيها، بعديها خدها منه عبد الواحد السيد، اعتقد تالت واحد في الترتيب الشناوي، وبيعرف يعملها كويس قوي، انه بيجري كويس جدا وبيوصل للاعب اول ما يستلم بتلاقيه في قلبه، فبيعرف يقفل عليه المساحه، فكرني بحراس الهاندبول بالظبط ليه؟ بيقفل المساحه وخلاص بيفرج جسمه على الاخر، خلص الكلام، طالما ضيقت المساحه الكره هتعدي منين؟ يعني انا بيني وبين حضرتك دلوقتي 5 ياردة، الكره هتعدي في اي حته، انما لو بيني وبينك 2 ياردة او ياردة ونص خلص. انا قفلت الجسم عليك خلص. المساحه خلص. كلها هو ده اللي الشناوي بيعمله وبيعرف يجيده وبيعرف يتعامل معاه كويس جدا. اللي كان كويس في الشناوي في الفترات الاخيره انه انا حاسس انه ما كانش مركز، انما من ساعه المنتخب فاق، ابتدى يركز ويفوق هو ده الشناوي ده اللي احنا نعرفه، ده اللي نعرفه ومتعودين عليه، واللي دايما بيشيل النادي الاهلي ومنتخب مصر في الاوقات دي. خلي بالك في فتره كان الشناوي مش موفق في النادي الاهلي، بس يروح المنتخب يبقى فايق، يعني ماتش الجزائر عمل مباراه هايله، رجع ما كانش موفق في بطولة افريقيا اللي هي بتاعه السوبر ليج، عشان كده شفنا مصطفى شوبير لعب. فهي القصه ايه؟ الثقة برضه، مستر فيتوريا مدي للشناوي الثقة
بفرق كبير. طيب تباين اداء الشوط الاهلي ما بين الشوط الاول والشوط الثاني مش في المباراه دي فقط، في عدد من المباريات خلال الموسم. طيب يمكن انا مش شايف ان الاداء تباين قوي، يعني انا شايف ان الاهلي لعب اول ثلث ساعه كويس، وبعدين 25 دقيقه مش كويس. وبعد كده الشوط الثاني الرغبه زادت، الرغبه زادت شراسه الهجومه. ايوه بالظبط، الرغبه زادت مع عدل الملعب. مستر كولر ما كانش عادل الملعب الاول لما عمل تغييرين. مستر كولر زعلان النهارده، قال لهم هاخد ارقام تليفونات كل الصحفيين تقولوا لي انزل التغييرات امتى والعب بطريقه اللعب ازاي. عنده هو عنده حق، هو كده كده بيتقطع وكده. ولا كده يا محمود؟ اه بالظبط، فهو ممكن يكون عنده حق صراحه. انما هو لما عدل الفرقه بنزول قفشه وتاو، اعتقد ان الفرقه راحت في حته تانية خالص. كميه الفرص كتير جدا جدا، ضيعنا حاجات كتير، واحرزنا احرزنا هدفين بعد نزولهم. وكانوا هم محور التغيير في المباراه من وجهه نظري، التغيير بتاع قفشه وتاو. عدلوا خط نص النادي الاهلي، وعدلوا الناحيه الهجوميه من ناحيه اليمين من ناحيه تاو. فاعتقد دي اللي فرقت جدا مع فرقه النادي الاهلي النهارده. انما هو مش تباين بين الشوط الاول والثاني، يمكن يكون انا من وجهه نظري الرغبه، ممكن الشوط الاولاني اول 10 دقائق حاسس ان الملعب فيه فرقه ضعيفه في اي وقت. فرقه ضعيفه، هجيب هجيب في اي وقت، فبتكسل. انما لما عرف بين الشوطين صعبت على نفسك المباراه، الدنيا صعبت، لا ابتدى يبقى في ضغط من لعيبه النادي الاهلي بينهم وبين بعض، واعتقد ان ده فرق معانا وقدرنا نحرز 3 اهداف. مجموعه الاهلي طبعا شباب بوليزاد الجزائري ويانج افريكانز التنزاني، والشباب بوليزاد فاز بهدفين. لكن انا شايف شايف ان الاهلي ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يعني يكون اول المجموعه باريحيه باذن الله. انا شايف برضو ان الفرقه مجموعتنا المجموعه بتاعت النادي الاهلي اعتقد انها الى حد ما في المتناول، عشان ما نقولش سهله، لان فرقه شباب الوزداد هتبقى رايح جاي، هتبقى صعبه. ماتش يانج افريكانز هناك هيبقى صعب جدا جدا. بس لو قدرنا على الاقل ناخد بونت من هنا ونقطه من هنا، اعتقد هنطلع اول المجموعه، لان الماتشات هنا خاصه يانج افريكانز من وجهه نظري هيبقى سهل. شباب الوزداد هو اللي ممكن يبقى صعب هنا، رايح جاي هيبقى الماتش صعب لانه بتلعب على صداره المجموعه. فاعتقد ده المباريات اللي هتبقى صعبه. انما في الفرقه الثانيه اعتقد ان فرقه طبعا بلا شك فرقه بيراميدز وقع في انا حزبيس. كنت ده السؤال اللي كنت هسأله لك. مجموعه بيراميدز مجموعه موت، يعني بيراميدز، مازيمبي، سان داونز طبعا على راس المجموعه طبعًا. حتى الفرقه نيوزيبو الموريتاني ده خرجت اهلي طرابلس، وخرجت باماكو بطل مالي. يعني فرقه ثقيله، فرقه كبيره جدا وفرقه كويسه، وهي العمود الرئيسي لفرقه منتخب موريتانيا. فهي فرقه كويسه، بس معلش برضو فرقه يعني طبعا بيراميدز اعلى منها بكتير. انا شايف ان بيراميدز ان شاء الله تصعد مع سان داونز ان شاء الله. فوزها على مازيمبي ادى شيء من الاريحيه في مباراه الاهلي، ادى ثقه ثقه للعيبه ان هم في بطوله افريقيا. خلي بالك هم كانوا بيشتركوا قبل كده في الكونفدراليه وبيوصلوا النهايات وكل حاجه، انما السنه دي تقريبا اول مره يشتركوا في بطوله الابطال. فبدايه مكسبهم في المجموعات حاجه مميزه جدا جدا جدا، خاصه ان هم طالعين لمباراه سان داونز على الاول. لو خدوا 3 بونت دي يا كابتن احمد هتفرق معاهم، ان هم عندهم سان داونز المباراتين المتتاليتين في افريقيا وفي مصر. حتى انا قلت النهارده في المقدمه وفي الانتر، قلت لو خد 3 نقط من نيوزيبو في موريتانيا وخد نقطه من سان داونز او خد 4 نقط من سان داونز في المباراتين الاثنين، صعب ان شاء الله. بص هي قصه، الماتش مهم جدا ان شاء الله. نيوزيبو لو خد 6 بونت رايح جاي خلاص ماشي، وخد نقطه واحده بس من فرقه مازيمبي، اعتقد انه هيصعد خلاص. يبقى كده ان شاء الله. فيعني انت برضو لازم تبقى بتحسبها كده. فانا اعتقد انه لو خد 7 نقاط، سيبك من ماتش سان داونز. طب لعلمك ماتش سان داونز وبيراميدز هيبقى ماتش كره قدم ممتع جدا. الفرقتين الاثنين فرق كوره، لعيبه كوره. عبد الله سعيد هنا ورمضان صبحي مع فخر اللقاي مع الفرقه بالكامل قدام فرقه ثانيه، يعني كلنا بنستنى نشوف لعبها. برضو انا مع حضرتك تماما، بس انا بقول لحضرتك ايه، انا افكر ان انا دلوقتي كاول اول خطوه أجمع واوصل تاني. صح، مش هتفرق بقى اول من تاني بعد كده، انما دلوقتي اركز ان انا اصعد. فهو الصعود بتاعهم يتمثل في اكسب نوازيب ورايح جاي، وان شاء الله اتعادل مع مازيمبي ان شاء الله اكون صعدت من المجموعه دي. ده المطلوب. طيب الزمالك ايضا هيبتدي مشواره بكره في المجموعات امام ابو سليم، وانا النهارده اصريت ان يكون معايا واحد
من المديرين الفنيين اللي موجودين في ليبيا وفي المجموعه اللي انت عارف الدوري هناك شرق وغرب. فكابتن سمير كمونه موجود، هو كابتن مؤمن سليمان، كابتن مؤمن في اتحاد طرابلس، كابتن سمير في الخمس الليبي. والنهارده يعني فاجئني بان مهاجم منتخب ليبيا اللي احرز هدف التعادل في الكاميرون واحد من نجوم ابو سليم. تمام. فقال لي فرقه صعبه، فرقه عندها حارس مرمى مميز جدا دولي، عندها مهاجم دولي اللي احرز هدف التعادل، عندها لاعب في خط النص بيقدر يقف على الكوره، يقدر عنده سرعه تحرك. فقال لي فرقه الزمالك قادر ولكن لازم ياخد باله منها جدا. فالفرق المجهوله بتخوف في البلاد. اكيد فرقه ابو سليم، كل فرق ليبيا بالنسبه لنا احنا في مصر هنا مجهوله. يعني بس بخلاف اهل طرابلس ماشي والاتحاد طرابلس، بس احنا بتشوفهم في بطولات افريقيا. انما الدوري بتاعهم احنا مثلا في هنا في مصر ممكن نتابع الدوري التونسي، ممكن نتابع الدوري المغربي، ممكن نتابع الدوري الجزائري. بيحصل، انما الدوري الليبي الوحيد اللي ما بنتابعوش. فانت بتعتمد على عينيك اللي بتشوف بره، واحد زي كابتن سمير كمون، واحد زي كابتن مؤمن سليمان، وفي الكابتن محمد عوده، وفي مصطفى مرعي. انا بكلمك في اللي موجود في الدوري الممتاز، دول في الشرق، عوده ومرعي في الشرق، مؤمن وسمير الغرب. في الدرجه الثانيه كتير جدا كتير جدا. يعني ف ابو سليم فرقه غامضه. صحيح نعرف منها راس حربه، حارس مرمى، سليم ده حي في طرابلس. مش قصدي حاجه، انا غامضه بمعنى ايه؟ غامضه، احنا مش عارفين حتى طريقه اللعب، مش عارفين خطورتها فين. كابتن سمير ربنا يكرمه، الاسترايكر، الحارس المرمى، واحد في نص الملعب، بس اكيد معاهم لعيبه ثانيه. اكيد اللعيبه الثانيه دي مفاتيح اللعب. بالظبط. انت بقى مش هتقدر تحسبها غير عشان كده الزمالك لازم ياخد حذره. الزمالك فرقه كبيره، في اي وقت ممكن تكسب، عشان كده ما تنزلش تستعجل المكسب مع فرقه يعني زي ما بيقولوا كده ايه، انت ما تعرفهاش. لا، لازم اول ربع ساعه يبقى في حذر، يا اما سلاح ذو حدين، يا اما تنزل اول ربع ساعه ضاغط وانت ورزقك. بس انا بقى رايي اهدى لحد ما اشوف الفرقه دي بتلعب ازاي، وبعدين اقدر العب معاها بقيه الجيم. اعتقد ان الماتش صعب، خاصه ان ابو سليم دي اعتقد في الطايره السنه اللي فاتت كسبت برضو الزمالك حاجه كده. فيعتبر هي فرقه عندها مقومات المكسب، سواء طايره، يد، سله، كلها. فازت على الاهلي، فازت على الاهلي في تونس، تونسي، وفاز على كامبالا سيتي في يعني فرقه مفترض انها كويس. فاحنا لازم الزمالك يعني ياخد حذره في الاول، وبعد كده ان شاء الله اعتقد الزمالك سهل جدا انه يقدر يكسب. ايه النصيحه اللي توجهها للكابتن معتمد جمال قبل مباراه الغد؟ اهم حاجه يعني كابتن معتمد لازم يعرف ان هو مدير فني منتخب مصر، ومدير فني كبير جدا جدا جدا، ولازم يكون عند اللعيبه ثقه فيه، وهو عنده ثقه في اللعيبه. انا متاكد انه عنده ثقه في اللعيبه. اعتقد ان كابتن معتمد يلعب بطريقته العاديه جدا اللي لعب بيها في ماتشات الدوري. اصل خلي بال حضرتك، باي حال من الاحوال انا ما اعتقدش ان فرقه ابو سليم اقوى مثلا من فرق الدوري. انت كابتن الزمالك بكبرياء وبنجومه الكبار. تمام. اللي هم نجوم منتخب مصر برضو ومش هيبقى في نفس قوه الدوري اللي موجود. صح. في مصر. مزبوط. فاعتقد ان الزمالك بيلعب فرقه اي يعني، وبيلعب اسماعيلي، هتبقى الماتش اعتقد بالنسبه لنا هيبقى اقوى من وهو بيلعب لو بيلعب سيراميكا، لو بيلعب فيوتشر، لو بيلعب بيراميدز، لو بيلعب يعني اعتقد الفرقه دي كلها اقوى من فرقه زي ابو سليم. مع احترامي لابو سليم طبعا واهل ليبيا كلهم على راسنا، بس احنا بنتكلم كوره. فلو نزل لعب جيم عادي من غير يعني يبقى ايه متخوف، مش خايف، ولكن عنده هدوء شويه في اول ربع ساعه، اعتقد الزمالك بلعبه وبطريقه لعبه وبجماهيره ان شاء الله يقدر يعدي المباراه بسهوله. مين اكتر حارس مرمى شايف كابتن احمد فوزي انه خسر كتير جدا الفتره الماضيه؟ خسر؟ خسر كتير. احمد الشناوي خسر كتير قوي. احمد شناوي بيراميدز. احمد شناوي ده مزعل مصر كلها. ده حارس موهوب. ده احسن موهوب. في فرق ما بين حارس مصطنع وحضرتك عارف وموهوب. الشناوي حارس موهوب بس ما استغلش. الشناوي ده احسن حارس ربنا اداله مقومات شفتها في مصر يعني. اعتقد هو من بعديه محمد الشناوي، مقومات جسمانيه، ومحمد الشناوي ومحمد بسام، الثلاثه دول مقومات جسمانيه ولا اروع. بس احمد الشناوي عنده اكتر واحد فيهم عنده عنده مرونه كده ورشاقه في جسمه بتاعت ربنا، اصل دي بتاعت ربنا مش بتاعت حد يعني، موهبه دي ربنا مديها له. هو اللي اثر في حق نفسه في فتره من الفترات. عايز اقول لك ان هو يمكن من السنه اللي فاتت دلوقتي الشناوي بيحاول يرجع نفسه. احمد الشناوي بيحاول يرجع نفسه، ولكن هو عدى منه كتير قوي. وده انا شايف ان يعني ده كان المفترض ان الشناوي الاهلي والشناوي بيراميدز حراس مرمى منتخب مصر، كان المفترض التنافس ما بينهم. ده على طول زي ما انا شايف برضو ان عواد اثر في حال نفسه. عواد يعني بصراحه
عواد اثر في حق نفسه بفتره من الفترات، وابتدى يتجه، كان فتره من الفترات بيتجه لمشاكل مع بعض الحراس التانيين وحزازيات. الحاجات دي مهما كانت على المدى البعيد بتعمل اثر نفسي جوه اللاعب وجوه الناس المحيطين بيه في الاعتماد عليه من عدمه. الشخصيه برضو بتفرق، لما يكون الشخص مش بتاع مشاكل، انت عارف حضرتك الكره كلها كده، صح، ما بتعملش منافسه طبيعيه، انت هتقعد وهتلعب وهتبطل وعادي. كابتن شوبير قعد قد ايه، وصبر ايوب زي ما تسمى، ايوب سبع سنين على اثنين موجودين، كابتن ثابت وكابتن اكرامي، يعني افضل من انجبت الكوره. فهي القصه في الاول، هتلعب وهتقعد مظبوط، يعني دي سنه الحياه، هتقعد. عصام الحضري لعب قد ايه وهو بطل، هي كده، ما هي هتبطل، كل حاجه لها نهايه بالظبط، ما فيش حاجه ما بتخلصش. فعشان كده يعني لازم تعمل حسابك لما تبطل، تبقى الدنيا بالنسبه لك الناس كلها شايله لك الحته دي. ايوه، فاكراك وفاكراك بالخير، نجم جوه الملعب بفنياته ونجم خارج الملعب. تعالى نتكلم بس النهارده على بوتريكا. النهارده بعد 47 يوم كلمه واحده في اقل من دقيقه، قلبت الدنيا 45 ثانيه، ترند رقم واحد، قلبت الدنيا. فطبعا عشان النفسيه سويه، الحب، ايوه دي حقيقه، الحب دي حقيقه، لا والنفسيه بتاعته سويه وصادق مع نفسه، صح، صادق مع نفسه وصادق مع الغير، فالكلام بيطلع سليم. انا مع حضرتك. طيب ارجع تاني، انت كمدرب حراس مرمى، هل ممكن انت تتدخل في تشكيل الفريق وتفرض على المدير الفني حارس بعينه، ولا بيبقى اختيار المدير الفني في المقام الاول والاخير؟ لا، في الاول وفي الاخر اختيار المدير الفني، بس المدير الفني، الثقه هنا ما بين الجهاز الفني وبعضه، والثقه ما بين المدير الفني ومدرب الحراس. خلي بالك، مش اي مدرب حراس بيشتغل مع مدير فني. يعني انت مش، انت كمدير فني لما بتروح تنقي، بتنقي واحد انت واثق فيك، لان الوحيد اللي بتديله ظهرك في الملعب ومدرب الحراس. يعني انت كمدير فني، صح، انت شغال في ناحيه، مركز مع ثلاثه، ممكن مدربين تانيين، مدرب مساعد، مدرب عام، فانت مركز معاهم ومركز مع فريقك. الوحيد اللي بتديله ظهرك وهو بيمرن حراس المرمى، مدرب حراس المرمى. فعشان كده لازم يكون اعلى درجات الثقه في مدرب حراس المرمى. فلا يمكن مدرب حراس المرمى هيغرقك، والعكس صحيح. معظم مدربين حراس المرمى بيبقى فيه قرب بينهم وبين المديرين الفنيين. يعني تعالى اتفرج مثلا مستر جوزيه وكابتن احمد ناجي، اتغير مهما اتغير العلاقه ما بين الاثنين في حته ثانيه. كابتن احمد سليمان وكابتن حسن شحاته، فهتلاقي المدير الفني اول حاجه مع مدرب الحراس بيبقى في علاقه قويه جدا جدا جدا، شخصيه ما بينهم وبين بعض. عشان كده اعتقد ان حتى لما المدير الفني بياخد قرار لازم بيرجع لمدرب الحراس. ما حصلش وكان في اختلاف، لا خلاص المدير الفني قرر اختار. انما طيب، اعتقد ان مدرب الحراس بيأثر بنسبه 70-75% على المدير الفني. هل حضرتك مع سياسه التدوير بالنسبه لحراس المرمى؟ لا. ولا الجهاز هو اللي يلعب؟ لا، الجهاز يلعب. الجهاز يلعب. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، التدوير ده بيخلص على حراس المرمى وبيخلص على الفرقه. بمعنى انا كحارس مرمى عارف ان انا قاعد الماتش الجاي وهلعب اللي بعده. طب اتمرن كويس ليه؟ طب لو عندك حارس مميز وقاعد احتياطي، ماشي، هو مصطفى شوبير ما هو قاعد في النادي الاهلي ومش مميز. كنت هقول لك على مصطفى وحمزه علاء مثلا. لا خلينا في مصطفى، سيبك من حمزه دلوقتي. انا حمزه دلوقتي، مصطفى دلوقتي، مصطفى منين ما بينزل بصراحه بيشيل النادي، بيدي ثقه. بس هل هتقدر تلعبه على الشناوي؟ هتقدر تدور بينه وبين الشناوي؟ طيب بلاش ده، محمد صبحي ومحمد عواد السنة دي أو الموسم ده تحديدا من أول ما ابتدى، ده بيلعب ماتشين ثلاثة وده بيلعب ماتشين ثلاثة، هل حضرتك شايف إن في ثبات في مستوى الاثنين؟ لا، أنا شايف الاثنين مش مستواهم خالص. أنا معاك. تمام؟ تعالى الناحية الثانية، شريف إكرامي والشناوي، الشناوي بيلعب على طول. شريف إكرامي ما بقاش يلعب. ليه؟ عشان خلاص بقى في رقم واحد. ما إحنا بنتكلم على الأندية الكبيرة، جنش في مودرن، في مودرن فيوتشر. بيركب على راكب على طول، هي كده، في حارس في اي حته في العالم. انت عندك اليسون بيلعب بقاله مثلا 5 سنين ستاندنج في ليفربول. مثلا مين مفيش، لازم ثبت في اي حته في الكورتوا، لما كان موجود في ريال مدريد هو اللي بيلعب. تير شتيجن موجود في برشلونه هو بيلعب، في رقم واحد. مفيش حاجه اسمها التدوير. التدوير ده بيخلي دوافع الحارس اللي بيلعب واللي ما بيلعبش زي بعض. طيب بعيدا عن الاهلي والزمالك واحمد الشناوي بيراميدز، تمام، مين اكتر حارس مرمى يلفت نظر كابتن احمد فوزي دلوقتي في الدوري؟ اه يعني ممكن نقول مثلا بسام من الناس اللي الناس اللي بسام من حراس المرمى اللي عندها ثبات في المستوى على فترات بعيده. بلعوطي مش واخد حقه، واعتقد ان الولد ده الايام بتاعته جايه،
فكرنا بالبلعوطي زمان. اه طبعا، بس البلعوطي زمان ده كان عليه حاجات كتير ما حدش يعرف يعملها لحد دلوقتي. يا خبر ابيض، يعني محدش يا خبر ابيض كان بلعوطي، محدش يعرف. البلعوطي مثلا في انبي شي كفركو جون كويس، ولكن ظروفه صعبه جدا لانه معاه اعتقد الفرقه مش على قدر بس جون حلو قوي. انا عارف، أنا انت فكرتني بيه، انا عارف من الحراس الجمال اللي شال فاركو في ماتشات، يعني كان هو اللي بيلعب بالظبط، كان هو اللي بيلعب. شيكا من ايام ما كان في الدرجه الثانيه، وانا متوقع له ان هو يبقى كده، وهو حارس جيد جدا، ولكن الظروف المحيطه بيه، يمكن الفرقه وظروف الفرقه وعدم القيد السنه اللي فاتت والسنه دي ما دعموش، فبرضه حاجات ما بتساعدش. مثلا الزنفولي ماشي بطريقه مميزه مع الداخليه، وبرضه عشان فرقه الداخليه ضعيفه او مش ضعيفه، يعني مش عارف اقول لك ايه، يعني دفاعها مش قوي، فبرضه مظلوم. انما مسعود في الجونه عامل موسم ولا اروع، يعني يستحق يستحق الاشاده التامه. في اخر واحد مع المهدي ماشي مع الاتحاد مميز السنه دي، فاعتقد الحراس دي لو ركزت ممكن يبقى ليها دور في المنتخب في الفترات القادمه. طيب تعالى نختار واحد من ثلاثه. اتفضل. افضل مدرب تعامل معاه، أو افضل مدير فني تعامل معاه كابتن احمد فوزي، واحد من ثلاثة، كابتن مختار، كابتن مانويل جوزيه، ولا كابتن علاء عبد العال؟ الناحية القلبية بتقول لك كابتن مختار. كشخصية وحب وأدب وأخلاق ودين وكل حاجة كابتن مختار. إنما كمدير فني لا، مستر مانويل طبعًا. مانويل. للأمانة، بس أنا يعني لو حطيت الاثنين قدامي لا طبعًا كابتن مختار على رأسي من فوق، يعني هو رقم واحد. مانويل شخصية قيادية وشخصية فاهمة السايكوباتية المصرية كويس جدا، وعنده شغل في الملعب وبره الملعب، وبره الملعب أكتر من الملعب. يعني من المدربين القلائل اللي جم مصر فاهمين الشخصية المصرية، خلي بالك مش أي حد يتعامل معانا. طيب، عدم حصولي على الفرصة في الأهلي بيرجع إلى تذبذب نتائج الأهلي وتغيير المدربين، ولا غيرة الحضري، ولا وجود جو بونفري؟ لا أكيد أكيد وجود الحضري. وجود الحضري عشان هبقى كذاب؟ لا طبعا الحضري، يعني من اول الكوره لحد دلوقتي يا دكتور ما فيش حارس جه في مصر زي الحضري، ولا هيجي زي الحضري. ف شايفه ازاي في التدريب؟ لا ما بيبطلش تدريب. يعني الحضري احنا كنا بنتمرن مع بعض، هو مثلا كان 26 27 سنه وانا كنت 21 سنه او 22، يعني بيتمرن قد مرتين ثلاثه. لما وصل 35 سنه كمدرب بيتمرن. كمدرب للحراس انت وهو بيمرن يعني في الحراس؟ كمدرب حراس حاليا. ما هو انا ما اقدرش، يعني انا بشوف له شويه حاجات كده بينزلها هو على اليوتيوب او بينزلها على صفحته او على فيس عنده، او بشوف حاجات يعني متفرقه، فما اقدرش احكم عليه. انا لازم عشان اعرف ده مدرب او حضرتك تقيمني تتفرج عليه 10 15 يوم ورا بعض في تمارين ثابته، لان التمرين مش يعني هل ما تحكمش على مستواه من بطوله كاس الامم الافريقيه في الكاميرون، وجود شناوي وبعده ابو جبل وبعده صبحي، كان اي حارس فيهم مميز للغايه؟ اعتقد دي يعني من التعامل النفسي بتاعه ومحبته للثلاثه، والتدريب بتاعهم كان قوي، وفتره معينه كان عامل شغل كويس جدا، الثلاثه تالقوا. فيعني انا برضو ما اقدرش، بص اصل انت بتسالني سؤال انا ما بحبش اقول حاجه ما اعرفهاش، وفي نفس الوقت ما بحبش اجي على حد ولا اجي مع حد على الحق. تمام. فانا والله ما اعرف اقول لك ايه، بس هو اللي ظاهر انه ماشي كويس جدا. حتى الفتره بتاع سيراميكا كان ماشي مع عامر كان ماشي كويس جدا في الاول، فبرضه ما اقدرش احكم في المطلق العام. انما طبعا اكيد زي ما كان بيموت نفسه في التدريب وهو لاعب، اعتقد وهو مدرب هو كفايه ان هو راح خد لقى البطولات هنا ما ناخدش سي ولا بي ولا حاجه، راح خد من الامارات عشان ياخد البي مره واحده. فدي يعني دي حاجه مميزه جدا، راح خد مش عارف راح في الصين هو على طول بياخد دورات بصراحه. وبعدين توليه منتخب مصر او المنتخب الاولمبي وبعد كده منتخب سوريا لا يعني اعتقد السي في بتاعه قوي، واعتقد انه هو دماغه اصلا هو عاشق عاشق. اجابه سؤال انا عارفه بس برضه لازم اسالك، اكتر حارس مرمى تفضله حاليا محمد الشناوي احمد الشناوي ولا محمد الشناوي؟ تمام. طيب اكتر مهاجم كنت بتعمل له الف حساب، عماد متعب ولا عمرو زكي ولا حسام حسن؟ وليه؟ ده حسام كابتن حسام يا جماعه حاجه ثانيه، ما بيهمتش جوه الملعب، ما بيهمتش خالص، ما بيهمتش خالص. بص يعني الثلاثه اللي انت قلتهم دول احرف واحد فيهم عماد. عماد لما يستلم الكوره كنت اقلق، انما كابتن حسام الكوره معاه الكوره مش معاه
هو هيجي يخطفك. انا يعني في هدف مش هنساه الكابتن حسام جابه فيا، بضربه مثل للحراس اللي بمررهم لحد دلوقتي. طول عمري ولحد دلوقتي بقول لهم انا الهدف ده انا غلطان فيه 100%. كورنر وملعوب على الارض وسهل جدا ورايح امسكه، راح كابتن حسام راح جاري وقاطع من قدامي وطاير وطاير ولعبها بوش رجله الخارجي راحت في الجون. يعني لحد دلوقتي انا بعلمه للحراس، بفرجه للحراس واقول لهم بصوا الغلطه دي انا المفروض اقطع عليها لقدام بدل ما استناها عندي. كابتن حسام ما كانش بيستنى حد. دماغ، رجل، قلب وروح في الملعب غير طبيعيه. فطبعا لا كابتن حسام كان يتخاف منه. طيب هناخد صح او غلط. الترسانه كانت على مشارف العوده الممتاز عندما كنت معه موسم 2017-18، ولكن كانت هناك اشياء حدثت قبل مباراه شبين كانت سبب في عدم الصعود. صح جدا. انت فاكر لما بديت المعرفه؟ انا بعد الماتش قلت كلمتين بس كنت بطق محقق. لا لا يا نهار ابيض. لا لا انا عارف وعارف اخلاقك. انا قعدت ما كنت نفلس. صدقني والله العظيم يا كابتن اقسم بالله لا لا عمري وانا بقدم استوديو من حس الفريق على فريق تاني وكله كله سواسيه. انا عارف فيعني ربنا العالم بنبقى عاملينها ازاي. بس يعني احيانا كنت ايه احضر ماتشات، انا قاعد في طنطا احضر ماتشات طنطا، فرحت حضرت ماتش في كفر الشيخ وماتش في شبين ورحت ماتش للبلديه. تمام. فجمهور البلديه ايش مع ان انا ايه بحضر طنطا، جمهور طنطا شتمني اللي انا حضرت للبلديه. طب انا يا جدعان لا بس برضه بطنطا هي لا طنطا في الاول انا بقول هي كده. طيب السؤال اللي بعد كده في صح او غلط، احلم بتولي منصب مدرب حراس مرمى النادي الاهلي في يوم ما؟ يا رب. يعني الهدف الاسمى طبعا النادي الاهلي ومنتخب مصر، دول اي حته الواحد بيتمنى انه يمسكهم في اي وقت من الاوقات. وخاصه انا لا اخفيك سرا اللي ما حققتوش وانا لاعب في النادي الاهلي نفسي اعمله وانا مدرب. وانت مدرب دي حقيقه. ما لحقتش؟ ما لحقتش. لا. طيب من صح او غلط، مانويل جوزيه طلب ان انت ترجع تاني ولكن المفاوضات تعقدت في النادي الاهلي؟ مش مانويل، لا لا. كابتن ثابت البطل الله يرحمه بعد ما رجع من ليبيا كنت انا مشيت، هو اللي طلب وكابتن حلمي طولان رفض يعني ساعتها، وكانت قصه كبيره يعني. بس كابتن حلمي رفض عشان هو كان مدير فني معاه كان معاه في الحرس ساعتها، كنت انا معاه في الحرس وكنت ماشي جاي النادي ببلاش وطلبوا من طلبوا فيها ساعتها 750 الف جنيه. وكابتن ثابت قعد يقول له الرقم ده كان كبير قوي 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 ساعتها، كنا في 2004 تحديدا فالرقم كان كبير جدا. وحاولوا مره واثنين مع كابتن حلمي وكابتن حلمي رفض. طيب اكتر فتره شعرت خلالها بالراحه كانت اثناء مشاركتي مع حرس الحدود ولا بتروجيت ولا الداخليه؟ لا بتروجيت اكتر فرقه الواحد استريح لها نفسيا. طيب لو محمد الشناوي طلب منك النصيحه بعد الاعتزال هتنصحه يدخل اي كارير، مدرب حراس مرمى ولا المجال الاداري ولا المجال الاعلامي؟ اعتقد الشناوي عنده قدره انه يشتغل في الاداري والاعلامي كويس جدا. كويس جدا في جدا جدا لانه بيعرف يتكلم كويس، عنده قدره على الهدوء، بيعرف يتكلم كويس اعلاميا، عنده ساعات كده في وش بتلاقيه اسمه ايه يعني الكاريزما مريح بتاعته مريح محترم. بالظبط محترم محترم وبيعرف يتكلم كويس جدا في الاعلام. فاعتقد انه اعلاميا او اداريا هيبقى كويس جدا فيها. طيب مشاركه الاهلي في كاس العالم للانديه واللي هتكون يعني في الشهر القادم بمشيئه الله ان شاء الله، شايف مشاركه الاهلي هذه المره كيفيتها ازاي وايه احلام الاهلي في هذه البطوله؟ اكيد المره العاشره مهمة جدا للنادي الاهلي، بنقرب من اوكلاند سيتي والوحيد الفرقة الوحيدة اللي سابقنا، اعتقد هتبقى ثالث سنة او رابع سنة على التوالي، وجودنا في مكان زي ده في محفل عالمي بالطريقة دي حاجة ايجابية جدا ومهمة. ولكن الفرقة كان في لازم في تدعيم من السنة اللي فاتت في حتة معينة ما حصلش او حصل بطريقة مش كويسة، فعشان كده اعتقد ان الفرق لو ما كانتش بتعمل لك حساب ايراد هتعمل لك حساب 24 ايراد. تمام. لان انت قعدت سنتين ورا بعض تاخد تالت، السنه اللي فاتت خدت رابع، فانت متواجد على طول وبتطلع بمراكز. فاعتقد ان الفرقه كلها هتبقى جايه وعامله لك الف حساب، وفي نفس الوقت انت اول مباراه ليك ممكن تكون مع اتحاد جده غالبا. فرقه من الفرق التوب فور في السعوديه وعندها فرقه مميزه جدا جدا، بنزيما رونالدو يعني حدث ولا حرج. فلا يعني هتبقى مباراه صعبه جدا، صعبه للحساسيه ما بين الجماهير المصريه والجماهير السعوديه في السعوديه. فاتمنى ان الاهلي يعني على الاقل نعدي المباراه دي وبعد كده نفكر في ان شاء الله ان شاء الله مركز ثاني ولا اول يا رب ان شاء الله. شايف ازاي ازمه محمد صبحي مع الزمالك؟ شايفها انه محمد بيفكر غلط. يعني تنصحه بيه؟ انصحه بان نادي الزمالك هو اللي عمل اسمه، جماهير نادي الزمالك هي اللي عملت اسم محمد صبحي. لا شك ان انت السنه بتاعت فاركو فرقت معاك،
السنه سنتين بتوع منتخب الاولمبي فرقوا معاك، ولكن يا ابني في الاول وفي الاخر ما حدش في الدنيا زي جماهير الانديه الجماهيريه. الانديه الجماهيريه دي اللي ما لعبش في نادي جماهيري ما لعبش كوره في مصر. واللي ما يعني في مقوله كده طول عمرها بتقول لك ما لعبش اهلي وزمالك ما لعبش كوره في مصر. صح. جماهير نادي الزمالك، شفت انت لعبت بتروجيت قد ايه وهنا قد ايه، لكن وجودك في النادي الاهلي يقول لك كابتن احمد فوزي حارس. لا ما هي دي خلص. هي دي ما لهاش دعم في الاول وفي الاخر، بس هو النادي الجماهيري بس اهلي وزمالك بس خلاص. فانت لو 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 بعت نادي الزمالك دلوقتي هتتعب بعد كده في حياتك. بص على انديه كتير، لعيبه كتير مشيت في اوقات معينه من، يعني هقول لك حاجه، جمال حمزه لما مشي من نادي الزمالك هل نجوميته هي لما كان في نادي الزمالك؟ حازم امام الباك رايت، حازم امام لما مشي من نادي الزمالك في فتره من الفترات هي نجوميته لما كان موجود في نادي الزمالك. عشان كده يعني لازم تعمل حساب واعتبارات للجماهير ده فيما بعد، وفي وقتك الحالي والاني لازم تعمل حساب للجماهير، لان الجماهير دي هي اللي بتشيل اللعيب سواء بره او جوه. منتخب مصر لل 2008، كابتن احمد الكاس مدير فني، كابتن محمد ابراهيم مدرب عام، كابتن احمد رؤوف مدرب، كابتن احمد فوزي مدرب حراس المرمى. جيل عملته باسكو الحاج عامل حسين في اسكندريه، عمل طبعًا دورتين على اعلى طبعًا مستوى طبعًا عشان يبقى قدامكم شريحه من مناطق مصر كلها طبعًا تختاروا منها طبعًا. شايف اللي جاي ازاي؟ اللي جاي ان شاء الله، يعني احنا تقريبا اخترنا حوالي 60 55 لعيب، منتظرين يبقى في معسكر ان شاء الله، ونبتدي بقى نعمل القوام الرئيسي بتاع المنتخب. احنا اللي معطلين المعسكر؟ والله انت مش عايز اتكلم انت وابوه، لو على هو ماليش دعوه يا جماعه. عشان كريم بس، كريم عمال كريم انت عندك حق. ماشي يا كريم. لا يعني موضوع ان احنا منتظرين ان شاء الله المفترض يبقى في معسكر على اول الشهر الجديد، نبتدي نفلتر اللعيبه ونختار القوام الاساسي ونبتدي نعمل ماتشات وديه. الجيل جيل كويس جدا، ولكن محتاج التجميع يعني بقى حال من الاحوال. شايف في الناس هتكون مميزه، في لعيبه كويسه، كويس لعيبه كويسه جدا كويس. بس في الاول وفي الاخر التجانس، السيستم بقى والتجانس وخطه اللعب بتاعتك دي اهم حاجه. احنا المشكله يعني انا لا اخفي على حضرتك سر، اكيد حضرتك عارف، بس انا اعرف الناس، احنا عندنا اول بطوله تصفيات في شهر 4 اللي جاي، ولحد دلوقتي احنا ما اتجمعناش ك ك لا في خطه في الاتحاد وفي اكتر من تجمع. يا رب يا رب ان شاء الله، يعني فدي ان شاء الله ان شاء الله لو ربنا اراد واشتغلنا مع اللعيبه دي في وقت كويس ان شاء الله ربنا يكرمنا ونعمل حاجه كويسه باذن الله تحققوا احلامنا. يا رب يا رب باذن الله واحلام مصر كلها وادها وجود ان شاء الله. بتمنى لكم التوفيق باذن الله. نورتني وشرفتني. ربنا يبارك في حضرتك دكتور احمد فوزي، طبعا حارس النادي الاهلي مدرب حراس المرمى منتخب مصر الناشئين. دي كانت حلقتنا النهارده من الماتش، غدا بمشيئة الله حلقه جديده في تمام 11 مساء. حتى هذا الموعد دمتم في امان الله، الى اللقاء.